بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحطة الثانية عشر سأحاول أن أتحدث عن لقاءات التي جمعتني بالقيادة العسكرية سنة 1992، وهذا بعد اعتقالنا مباشر، يعني بعد اعتقالنا واستنطاقنا وتحويلنا إلى السجن العسكري للبشار. طبعا عندما أقول القيادة أنا أقصد القيادة العسكرية العليا، يعني الأصل أنه وزير الدفاع هو الذي كان من المقرر أن يقابلنا، لكن نظرا لظروفه الصحية يعني تم تفويض قائد أركان الجيش وضباط آخرين جنرالات يعني للتواصل معنا، وبالتالي بدأ اللقاء الأول مع الجنرال قايد صالح اللي هو اليوم الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش، واللقاء الثاني كان مع وفد كامل من الجنرالات على رأسهم قائد أركان الجيش نفسه لواء جنايزية في ذلك الوقت اللي هو اليوم الوزير المنتدب للدفاع، واللي كانوا حاضرين معاه لواء القايد صالح، الجنرال بوغابة، الجنرال معزوزي، ومقدم ممثل للمدير العام للمخابرات في ذلك الوقت. اللقاءات هذه يعني هي تكتسي أهمية لأنها لم تكن تناقش قضية شخصية، يعني هي صحيح اللقاءات وقعت بين هذا الوفد العسكري وبين القيادة العسكرية على أعلى مستوى مع النقيب شوشة، ولكن النقيب شوشة لم يكن يمثل نفسه. أنا في هذاك الوقت كنت متهم بتهم خطيرة، يعني كنت يعني أنا بالنسبة لي كنت يعني أنتظر التصفية إما عن يعني بوسائل قانونية يعني مزورة مفبركة أو بوسائل خارج القانون، يعني أنا كنت متأكد من أن من التصفية، يعني لأن البرنامج يعني كان موضوع من أجل هذه القضية، يعني من أجل هذه النتيجة، ولذلك أنا كنت أتكلم بضمير المواطن الجزائري الحر اللي ما عنده حتى حاجة يخاف منها ولا يخسرها، وما عنده حتى فائدة من المراوغة واللف والدوران، يعني كنت أتكلم فعلا بضمير المواطن الجزائري صاحب القضية، الجزائري اللي خايف على بلاده، الجزائري اللي يريد مصلحة بلاده وفقط، لا يدفعه شيء للتراجع عنها، لا الخوف من القيادة. أنا القيادة ما كانش عندها علي سلطان هذاك الوقت، خلاص أنا بالنسبة لي القرار اتخذ بتصفيتي، وبالتالي ما عندي حتى فائدة من الأخذ والرد معاهم هؤلاء الناس. وفي نفس الوقت احنا ناس مؤمنين بالله، يعني الانسان اللي يكون مقبل على الله سبحانه وتعالى ماذا به يتخفف من كل الاكاذيب والاغاليط، يعني ماذا به الله سبحانه وتعالى هو يعني صافي. ولذلك نقول بان كلامي معهم كان من موقع صدق ومن موقع القوة ثاني. انا ما كنتش نتكلم معهم لانهم يحكموا الجزائر، كنت نتكلم معهم لانهم مسؤولين عن الازمة. ولذلك عندما يعني بداوا يناقشوا، تركز النقاش في الحقيقة على نقطتين، يعني في اللقاءات يعني اللي دامت كل لقاء أكثر من ساعة تركزت الأمور على نقطتين. النقطة الأولى هي لماذا تمرد نخبة من الضباط الذين كانت القيادة تضع فيهم الثقة ولم تكن تشك فيهم، لأنها تعتقد بأنها وفرت لهم كل الأسباب التي تجعلهم يعني أوفى الناس إليها، يعني هؤلاء الناس لم يكونوا من الضباط المتأخرين، لا، هؤلاء الناس كانوا من أحسن الضباط في تخصصاتهم وفي أقرانهم من الضباط الآخرين، وبالتالي القيادة ما كانتش تشوف مبرر أن هؤلاء الضباط هم يقفوا ضدها، واعتبرتها ثغرة في المخطط نتاعها. ولذلك أردت أن تعرف، خاصة وأن التمردات العسكرية
بدأت تظهر كائن عسكريين بدأوا يحملوا يعني يتمردوا على القيادة ويطلعوا للجبل، وهذا هو اللي خلى القيادة العسكرية يعني على جناح السرعة وبطريقة استئجالية لإجراء هذه اللقاءات. هذه اللقاءات كذلك تكتسي أهميتها، أقول لأنها أعتقد بأنها هي اللقاءات الوحيدة اللي عبرت بها القيادة العسكرية مباشرة وبالكلام المباشر على نواياها وعلى القرارات بتاعها. يعني القيادة العسكرية لم تتحدث مع أي طرف من الأطراف، لم تناقش قضاياها حتى مع الناس اللي استأجرتهم، جابتهم رؤساء ووزراء وكلش، لم تتناقش معهم في هذه الأمور. هذه الأمور كانت غير قابلة للنقاش مع أي إنسان. الناس اللي جابتهم رؤساء وزراء وكلش عندهم مهام ينفذوها، ما عندهم حتى دخل في شيء آخر، ما عندهمش الحق باش يناقشوا قضية القرارات نتاع القيادة العسكرية ولا أن يتراجعوا عنها. ولذلك أنا عندما طرحت علي هذه الأسئلة، هذا السؤال الكبير، فتحت النقاش حول قرارات القيادة العسكرية نفسها. أنا قلت بأن هؤلاء الناس لم يتآمروا على القيادة، وإنما اتخذوا موقف من القرارات التي اتخذتها القيادة. ولليوم إلى هذه اللحظة، بالرغم ما تعرض عليها هؤلاء الضباط، بالرغم ما تعرضنا إليه نحن، بالرغم من أن هناك عسكريين تمردران بالجبل، إذا كانت القيادة العسكرية راجعت القرارات متاعها واتخذت قرارات مناسبة تدفع بالجزائر إلى الخلاص وإلى النجاة من هذه الكارثة التي توشك أن تقع فيها، فإن هؤلاء الضباط كلهم حتى الموجودين في اللي راهم تمردوا بأنهم سيعودون إلى الصف ويتعاونون مع القيادة بأقوى يعني بكل قوة. طبعا القرارات، احنا القرار الاساسي المبدئي هو الوصايه التي فرضتها القياده العسكريه على باقي الشعب وعلى باقي على الدوله. قلنا بان القياده العسكريه ليس من حقها ان تفرض وصايتها على الدوله الجزائريه وعلى الرئيس وعلى الشعب وعلى خياراته، لان هذه الوصايه تتطلب تدخلنا احنا، احنا اللي رايحين نقتل الناس، احنا اللي رايحين ندخل في مواجهه مع الشعب مش القياده. ولذلك اذا كان احنا عندنا ملزمين ان ندخل في مواجهه مع احد، فيجب ان يكون هذا الاحد هو الغلط، مش احنا، مش القياده ترتكب خطا وبعد ذلك احنا نولي نتعامل مع رد الفعل للطرف الاخر. قضية علاقتنا بالحركة الإسلامية المسلحة، بينت للقيادة بأنها ليست علاقة تآمر، وإنما هي وضع طبيعي للقرارات التي اتخذتها القيادة، التوجه اللي اتخذته القيادة منذ سنة 1991، منذ الإضراب بتاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كان يدفع إلى هذا التوجه. وبالتالي ما دام أنتم يعني وفرت المقدمات، فلماذا تستغربون من النتائج؟ انتم اللي قدمتوا الاسباب، انتم اللي وفرتوا الاسباب لدفع الناس الى التفكير على التمرد عليكم. المطلوب منكم سحب هذه الاسباب ومعالجه الامور بطرق اخرى، وكل الامور ترجع الى نصابها. طبعا اللقاءات يعني تخللها كلام كثير، لأنه أنا هذا الكلام لما يتكلم فيه الآن باختصار كان لازم له أدلة، لأن القيادة قالت ما دام كنت تعرف بأنها كاين انحراف وكاين تأثير سلبي على القاعدة على قواعد الجيش، دفعت الناس إلى التمرد والاعتراض على القيادة، فلماذا لم تخبر القيادة؟ قلت لهم بصريح العبارة بأن الناس اللي فيهم ثقة من القيادة أصبحوا خضرة فوق عشاء، والناس اللي يتحكموا حقيقة في مسار الأمور هم ناس يعني عندهم إرادة شريرة، يعني ما همش ناس معولين على الخير. ولذلك إخباري أنا يا كي نجي نخبرك أنت يا قائد أركان، ولا نجي نخبر أنا يا القائد صالح، يعني ماذا تستطيعون أن تفعلوا؟
قلت لهم بصريح العبارة أنتم راكم خضرة فوق أشعة، وهذا كلام والله قلته باللفظ. قلت لهم أنتم راكم خضرة فوق طعام، وأعطيتهم الأدلة على ذلك. من الأدلة على ذلك أعطيتهم بأن جنيزية لم يكن يعلم بأننا هنا يعتقلنا بالرغم أنه قائد أركان الجيش. ثانيا أعطيت دليل بأنهم طلبوا مني أنني أتهمه بأنه هو الذي كان يعني قائد نتاعي في الانقلاب، وأنا أعتقد بأن هذه كانت من أجل إنقاذ العماري بصفته القائد المباشر لمجموعة الضباط التي المتهمة المتهمين. كذلك اعتقال العماري بعد ما قدروش يدفعونا احنا إلى اتهام جنرال باش يقدموه البوذياف، لأنه طلب جنرال ما فيش كلام، لا يقبل المسؤولية على الانقلاب تحت جنرال. فلما عجزوا أننا نقدم لهم نحن جنرال بالزور نشهد ضده بالكذب، لقوا باللي لازم يتعاملوا، لازم هم يقدموا العماري، وفي النهاية قدموه. وبالتالي أنا بينت لهم بأن القيادة العسكرية راها وضعت نفسها في ورطة اللي راح تخليها في موقف ضعف، وعليها أن تصلح. المهم النقطة هذه انتهينا فيها إلى اقتناع القيادة بأننا احنا موقف نتاعنا ما هو مبني لا على تآمر ولا على شيء، مبني على اقتناع بأن القيادة أخطأت. وراها عبر عليه حتى وزير الدفاع في الفيجارو كي قال باللي كي قالوا له شوشان، قال لهم شوشان انسان اسلاميست كونفنكي، لكنه هو ما كانش صادق في هذه الكلمه. كان المفروض يقول الحقيقه اللي يمن بها، الحقيقه اللي يمن بها هو ان النقيب شوشان ما كانش ما يقابلش الباطل. النقيب شوشان مقتنع بان القياده العسكريه ارتكبت خطا وما عندوش استعداد انه يمشي معها. هذا هو التفسير الحقيقي للكلام نتاعو، لكنه اراد ان يلتف فقال بان يعني حتى يعطي الانطباع بان النقيب شوشان انسان متطرف. لكن هو ما يعرفه جيدا هو ان النقيب شوشان مقتنع اقتناع بالادله لانه قدمها لهم بان القياده العسكريه اخطات، والنقيب شوشان ما عندوش استعداد انه يعني يتحمل مسؤوليه خطا القياده العسكريه. قلت هما اقتنعوا، هذه اقولها هذه اقولها حتى بالنسبه للضباط اللي قاعدين يهفوا فيهم بان النقيب شوشان فعلوا بان النقيب شوشان تمرد، كاين الناس راهم يقولوا النقيب شوشان فر من الجيش. انا لم افر من الجيش ولم اتمرد، انا بقيت في الجيش اعتقلت في مكان عملي، وبقيت على موقفي قبل الاعتقال وبعد الاعتقال والى الان، وهو ان القياده العسكريه اخطات، وهذا الخطأ هو اللي يدفع الجزائر للهوية، ومعالجة القضية تبدأ من تصليح هذا الخطأ. هذا هو موقف النقيب شوشان جملة، والتفاصيل في كثير من المناسبات أعطيناها. النقطة الثانية هي كانت طلبوا منا، جيد صح انتم راكم عرفتوا باللي القيادة أخطأت وما قدروش ما قدرتوش تتصلوا بالقيادة وتخبروها في الوقت المناسب، اذا انتم غلطتوا، فالان تصلحوا غلطتكم بماذا؟ بالتعاون مع القياده على تصليح الوضع. اول حاجه ديروها هي انكم انتم تحطوا يدكم في يد القياده وتناديوا على الناس اللي راهم تمردوا، وتتعاونوها في القضاء على هذه الناس اللي حملت سلاح. انا قلت للقياده بصريح العباره الخطأ بدأ من القيادة العسكرية، القيادة العسكرية هي التي تبدأ تصلح الخطأ، هي التي ينبغي أن تتراجع على القرار نتاعها الأول. ذاك الوقت تعطينا احنا الفرصة، إذا اتخذت هذا القرار وتراجعت على القرارات التعسفية اللي اتخذتها وحاولت أن تجد حل وسط مع الناس المعنيين بالموضوع، مع رئيس الجمهورية، مع قيادات الأحزاب التي فازت في الانتخابات، ولقاو حل. ما يهمناش الحل هذا واش هو، المهم يلقاو حل بالتراضي. فاحنا سنكون مع القيادة وسيعني نستعمل كل ما عندنا من القوة من أجل إرضاء يعني رد الأمور إلى نصابها بالتي هي أحسن،
وإذا كان تطلب الأمر أننا نتدخل حتى بالتي هي أخشن فما عندنا حتى مشكلة، لكن القيادة لازم تبدأ.